دلوقتي حضراتكم هتزوروا معانا واحد من أهم مصانع التعبئة والتغليف سواء للصناعات الغذائية أو الصناعات الدوائية. أسسه السيد أحمد عبد الصادق بعد لما اشتغل في الشغلانة دي على مدى سنوات طويلة. النهاردة المصنع بتاعه بيصنع مواد التعبئة والتغليف لأكثر من 100 مصنع في الصناعات الغذائية وأيضا في الصناعات الدوائية. خليكم معانا. الجدع ده عبقري ومش بتاع مغامرة، وكل حاجة عنده مدروسة. هو اشتغل في اللي يفهم فيه وبقاله سنين بيكتسب كل يوم خبرته وبيحدد سوقه، عشان كده لما قرر يبدأ حقق نجاح كبير. ما هو زي ما بنقول دايما، اوجد لي سوق ابني لك مصنع. اسمه عادل عبد الصادق، وكان شغال في الشركة العربية للعبوات الدوائية، واستقال وهو مدير التسويق والمبيعات لأنه ما كانش مقتنع أنه اتخلق عشان يكون موظف، وقرر يشتغل في نفس مجاله وبدأ واحدة واحدة. النهاردة عادل عبد الصادق بيمتلك مصنع تراست باك لمواد التغليف والتعبئة للصناعات الدوائية والغذائية، أكتر من 90 مصنع، وخصوصا في قطاع الأدوية بيعتمدوا عليه اعتماد كلي في توفير ألومنيوم التغليف المعالج للحام مع البي في سي والطباعة والقص، لأنه فاهم كويس قوي إن المواد اللي بيصنعها لازم يتوفر فيها 3 شروط: تحمي وتحوي وتبيع. تعالوا نقابل عادل عبد الصادق ونتعرف منه على أسرار صناعة التغليف والتعبئة. وخلي بال حضراتكم، حجم صناعة التعبئة والتغليف لمصانع الأدوية لوحدها يتجاوز 2 مليار جنيه. يعني إيه مواد طباعة وتغليف؟ فهمنا بالراحة. وإيه المعدات المهمة أول المصنع؟ أنا شايف مطابع ومقصات. بالظبط كده، ده اساس الشغلانه. ده اساس الشغلانه. فهمنا براحه يعني ايه مواد طباعه وتغليف. كل حاجه حضرتك بتجيبها تشتريها لازم تبقى في عبوه، فالعبوه الجيده تحمي وتحوي وتبيع. صحيح صحيح. فانا بجيب الرو ماتيريال ده للاسف كله مستورد وبطبعه ألمونيا. كالومنيا. امال الورق ده ايه بقى؟ بيبقى الورق ده بيخش في حاجه تانية زي اللي حضرتك شايفها دي، اللي هي الفوارات والبودرات. تمام. بتبقى ساشت كيس يعني. يعني انت بتاخد الرول بعد المعالجه. انا بستورده معالج جاهز. بتستورده معالج جاهز. بتعمل ايه بعد كده؟ بيجي ابيض او فضي او لون البلاستيك اللي هو البي في سي. بالظبط كده. صح كده. بنعمل ايه بعد كده؟ بنعمل عليه مراحل تشغيلنا اللي هي تتلخص في الطباعه، ثم بعد كده قص الرول حسب مكنه العميل وحسب عرض البكره اللي هو محتاجها، عشان بعد كده دي هتتفصل عند العميل لشرايط سواء تابلتس او كبسولز. طيب الشغلانه دي انا شايفها شغلانه عايزه علاقات بالسوق. مظبوط. هل سر نجاحك في الشغلانه دي ان حضرتك وصلت لمرحله انك كنت مدير تسويق ومبيعات واحده من اكبر الشركات؟ يعني مسكت سوقك الاول وبعدين عملت المصنع؟ لا، دي جزئيه. جزئيه. النجاح انك انت تقدر تخدم على عميلك كويس، تقدر تديله منتجه في تايم كويس، تقدر تديله كواليتي عاليه، بلس ان انا خبرتي بالسوق كبيره، خبرتي مع التعامل مع شركات الدواء كبيره برضو. فهم الناس بصراحه لما بيلاقوا مصدر ثقه بيقولوا له احنا معاك. صحيح. وخصوصا شركات الدواء. خصوصا شركات الدواء. عادل عبد الصادق بدا الاستثمار بدراسه جدوى لجهاز المشروعات المتوسطه والصغيره والمتناهيه الصغر، وسندوه وقفوا جنبه، والبدايه كانت سنة 2008، ووقتها اقترض لأول مرة حوالي 250 ألف جنيه، والنهاردة ما شاء الله المصنع بمعداته استثماراته تجاوزت 10 ملايين جنيه. هكلمك دلوقتي في الحاجة اللي أنا بحبها شخصيا. اتفضل يا فندم. بداية الاستثمار، حضرتك بدأت مصنع زي ده النهاردة استثماراته معدية 10 مليون، ما شاء الله عليك. نعم. بدأته ازاي؟ بحجم استثمار قد ايه؟ اللي انت شايفه حضرتك ده جه بعد قصة كفاح كبيرة. طبعا. بدأت طبعا. الأول من 2008 بمكنة واحدة ومقص واحد، بعد كده زي ما قلت لسيادتك الجهاز تنمية مشروعات دعمني وجبنا المكن ده. جبتهم كله. جبتهم بكامل المكانتين اللي في الأول؟ بربع مليون جنيه. ربع مليون جنيه. كانوا جداد. ده أول مبلغ ادوني الجهاز. يعني أنت رحت له بدراسة جدوى. ما كنتش عامل أي حاجة خالص غير يا دوبك المبنى مثلا؟ لا، إحنا ما كناش هنا. مال كنت فين بقى؟ كنا في مكان تاني في جسر السويس،
فبدأت أنطلق ونقلت نفسي من هناك علشان أكون في مساحة 1000 متر زي دي. فبدأنا واحدة واحدة لحد ما لقيت المكان هناك بدأ يصغر علي وأنا عايز مكان كتير. عرضت على كان الأول اسمه صندوق الاجتماعي للتنمية، دلوقتي بجهاز تنمية المشروعات. عرضت عليهم إن أنا عاوز أتوسع، عايز أكبر، عايز أجيب مكان أكتر، فخصصوا لي المبلغ اللي أنا قلت عليه. أنا عايز مكان في حدود 2 مليون جنيه، الكلام ده كان 2016. فدرسوا معايا الموضوع وصرفوا لي القرض بمنتهى اليسر والسهولة ومن البنك الأهلي. خلي بال حضراتكم، وإحنا في زيارة مصنع تراست باك لمواد التغليف والتعبئة كان موجود الدكتور محمد عبد الملك رئيس القطاع المركزي للمكاتب الإقليمية في جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر لمنح عادل عبد الصادق 3 شهادات مهمة فعلا بقى قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بيكفلها لأي مشروع من النوعية دي. الأولى شهادة تصنيف المشروع واللي بتحدد ماهية المشروع وبتعمل قاعدة بيانات لأول مرة بمشروعاتنا، والشهادة الثانية وعمرها 5 سنين وهي خاصة بالتعامل مع الجهات الحكومية وبتتيح للمشروع التوريد للمشتريات الحكومية اللي بقت ملزمة بتوفير 20% من احتياجاتها من المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر. أما الشهادة الثالثة وعمرها 5 سنين فهي شهادة التمتع بالحوافز الضريبية وغير الضريبية اللي أقرها القانون لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر. باختصار البلد بتقولك انجح.